اجتمع اليوم وزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان البروفيسور أحمد محمد حسن مع مسؤولي الأمن للتباحث حول مختلف الصعوبات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم الشكاوي. محمد عثمان بشير. هذا الاجتماع يعد هو الأول من نوعه بين وزير العدل حامي الأختام والمكلف بحقوق الإنسان البروفيسور أحمد محمد حسن ومختلف المسؤولين الأمنيين التابعين للسلك القضائي. ويهدف الوزير من هذا الاجتماع توصيل الرسالة السامية للقضاء وتوجيه هؤلاء المسؤولين على الالتزام بنصوص القانون والمبادئ العامة لتطبيق العدالة. قانونيا انتم ما عندكم اي حق تعملوا شرايع في مكاتبكم قانونيا، لكن المشاكل عاشتها بلدنا جبرت الناس المواطنين، لان الجستيس بنفسها الجستيس ثقيله، ما بتهيل اجل المشاكل. الجستيس ما بتوصف، ما مطابقه مع عددنا وتقاليدنا. الجستيس هنا الخارج، هنا الاستعمار، ما اعداد الارينا قرينا ده ما بتطابق مع عددنا وتقاليدنا. وفيما يخص الاوضاع الغير معتاده الذي يمر به النظام القضائي في تشاد، فقد اكد الوزير على ان ذلك غير لائق مع النظام القضائي العادل التي تحتاجها بلادنا الحبيبه تشاد. ما نقول لكم جستيس بروب ده كان انا قلت انا ذات ما عامل بالله جستيس ده كورومبسيون جاي مشاكل جاي كليان جاي كوماندر جاي كلنا بعيوبنا. خلي يا جماعه نحاول بيننا بالتفاهم واحترام قانون الدوله عشان البلد دينا الدروع. المداخلات التي جاءت بعد الوزير من بعض من المسؤولين الأمنيين تؤكد التزامها الكامل بتوجيهات الوزير من أجل تحسين النظام القضائي وتحقيق العدالة والسلام.